أذن على بركة الله وتوفيقه يحول الكريم أيها المتابعون، حيث أنما تواصلين بإطلاق أشواتنا من هذا الميدان. الشوط ما قبل الختام الذي أعلنت إطلاقته من قبل اللجنة المنظمة لهم جزيل الشكر والاحترام. الشكر موصول لأحمد بن قنون الفلاسي، هو مدير اللجنة. شكرا يا أبو أحمد وشكرا يا أبو خميس على هذه المتابعة الجميلة والمتميزة. إذن شوطنا يسير يا حول الكريم، دعوني أعود بالتهاني والناموس. تابعنا مدلل منذ قليل، قدم عرض يشكر عليه برفقته غانم بن علي بن حمود الظاهر، إشعار الاقتصادي الذي كان هو المبدع الجميل والمتميز الذي عاد لنا هذه الذكريات الجميلة. شكرا يا أبو علي على المتابعة المتميزة. شوطنا ما قبل الختام الذي حمل عنوان فيت الأبكار المحليات الأصايل لسن اللقايا، دعوني أسير مباشرة مع الصدر أتابع وتعرف إلى سرابة على مقدم دشوط يرافق خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري. بينما نعود إلى المركز الثاني، وصلت زعفرانة يتابع السلطان بن خلف خادم الرميذي، أشعار طيارة الذي سجلت أول أشواتنا الرئيسية الذي سجلت الإبداع الكبير. نتمنى التوفيق يا أبو خلف. بينما نعود إلى المستوى الثاني، وصلت هناك من يرافق العزرة الذي واصل على المستوى الثاني، يتابع محمد بن سعيد العفاري على المستوى الثالث. أما المركز الرابع ناخذ جولة جميلة إلى الذيبة، وهناك من تقدمت، هناك أثير الذي واصله ناخذ بقيادة غانم بن علي بن حمود الظاهري، الأشعار مدلل الذي قادم بكل قوة. بينما نتراجع إلى المستوى الخامس، نتعرف إلى هذا الانطلاق هملولة واصلة فارس بن علي بن السهيل اليابوني الظاهري على المستوى الخامس. والمركز السادس من تحمل الرقم 17 مخلابة هناك من يتابعها محمود بن سلطان العويسي الذي يتولى هذا الشعار المتميز. هذه الأسماء هذه أول هناك برفقة حمود بن سلطان بن راشد العويسي. شكرا يا أبو سلطان على المتابعة. هذه النتيجة للست الأوائل، عدينا ملخص الشوط. الرحلة هي شاسعة، لكن المنصوري يهيمن منذ البداية، يقود الشوط قيادة حكيمة قيادة جميلة. ولكن دير البال الكل واصل، الرميذي يقدم أشعار المعتادة من الجانب هنا، ولكن من الجانب الآخر أشوف الاسماء الذي واصل من يتابع المستوى الثاني. ناخذ هناك من قدم هذا الشعار، وصل أبو سعيد العفاري قادم بكل قوة، يرافق لنا العزر الذي قادم يتابع متابعة متميزة. المركز الثالث وين؟ الله يا ملولة، ناخذ هملولة الذي واصله. إذا فارس بن السهيل اليابوني على المستوى الرابع والمركز الخامس. عطنا جولة إلى هناك قدوم، بنتعرف إلى اسمها بالتصحيح الذي واصله بكل قوة. وصلت إذا ثمينة الذي قادمه غانم بن علي بن حمود الظاهري، هذا الإشعار الذي إشعار الاقتصادي. والمركز الخامس هو ولا المركز السادس، عادنا جولة إلى حاملة رقم 17 وصولها متميز الغاية. يا سلام يا سلام، وصلت متعبة. إذا عبد الله بن نافل الذي يتابع لنا هذا الإشعار المتميز، ولكن الشمري على المستوى السادس. ولكن عودة إلى الصدارة، عودة إلى بداية الشوط،
عودة إلى الصراع الأقوياء. من يروح زعفران الزعفران تتولى زمام الأمور تسير بالنقطة الرابعة. غادرنا الكيلو غادرنا روحنا عنا يا أبو خلف هالي من راعي هناك ممثل ميدان السمحة الذي يتقدم دائما. ولكن دير بالك والله الغدوم متعبة واصلة بقدومها متميز الغاية يرافقها ويتابعها عبد الله بن نافل الشمري على المستوى الثاني والمركز الثالث. عطني حامله رقم 14 الذيبه ما يبنى لها طاري وصل ابو سعيد قادم سالم سعيد بن محسن الفلاحي على المستوى الثالث. حصلت في بطانها بدون اوامر الذيبه واصله ولكن وين عوده الى زعفران عوده الى زعفران. النقطه الرابعه على التوالي النقطه الرابعه على التوالي سبع وسلام يا للسماء مشكور يا من تتابع الصدارة. إذا سلطان بن خلف الرميذي ولكن الشمري واصل وهناك المركز الثاني الغدوم الفلاحي واصل. يا سلام يا سلام المحترق الأخير المحترق الأخير قدم وشوف شوف العرض ما شاء الله شوف الأمتار الأخيرة في الأمتار الأخيرة مشكور يا الشمري مشكور يا الشمري يتابع الصدارة هناك على البداية عبد الله بن نافل الشمري يقود البداية الشوط. سلام سلام لحظات الاقتراب إلى خط النهائي بالمركز الأول. مشكور يا عبد الله يا بن نافل الشمري على هذا الأداء المتميز. والمركز الثاني بنتابع ما شاء الله تبارك الرحمن ولكن الأداء ناخذ بقية الأسماء بالمتابعة بنتعرف في الأمتار الجميلة والحساسة. إذن عبد الله بن نافل بن حبيب الحسين الشمري بالفعل الذي أتانا بهذا الشعار شعار متعبة قدمت عرض شكر عليه. وصلنا إلى مركزنا الثاني التهنئة لسلطان بن خلف الرميثي والمركز الثالث الذيب السالم بن سعيد بن محسن الفلاحي. أما المركز الخامس إذا التهنئة موصولة لقانب بن علي بن حمود الظاهري المركز السادس تحمل الرقم 20. إذا الرقم 22 بقيادة محمد بن سعيد العفاري تهانينا وناموس. التوقيت 6 دقائق 8 ثواني تهانينا لجميع الفائزين بهذا الشوط.